اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مختلفه شويه، لها طعم تاني، لها مذاق تاني. في العائله وفي الاسره بنتسابق في عمايلها. ايه يا مغازي؟ مكرونه بالبشاميل، وما زلنا بنتسال عليها على السوشيال ميديا. مكرونه البشاميل بتنشف مني، مكرونه البشاميل الجبنه بتجلد على وش المكرونه، المكرونه البشاميل لما بتبقى زي بتاعه المطاعم ماسكه نفسها كده خرطه خرطه في قلب الطبق، المكرونه البشاميل المكرونه جوه معجنه مش مستويه، وهكذا من الامثله. تعالوا شوفوا نعملها النهارده ازاي بطعم تاني ومذاق تاني، وما زلنا نتطور فيها في المكرونه البشاميل ونعملها بشكل جديد وطعم جديد. سلطة النهاردة بتاعتي برضو سلطة شوية مختلفة غير السلطات اللي متعودين عليها، سلطة الفاصوليا الخضراء بالطماطم. لازم السفرة بتاعتك يبقى فيها عملية توازن بالقيمة الغذائية والماتيريال والمكونات بتاعتها. ممكن مكونات بسيطة بس في عناصر غذائية بيحتاجها الجسم وأفراد الأسرة، الصغير والكبير، الأطفال وكبار السن. لازم نهتم من الناحية دي تماما علشان نستفيد بالأكل اللي احنا بناكله. الحلو بتاعنا النهاردة من نعم ربنا علينا في أرضنا الطيبة، اليستفد والبرتقال، طعم ومذاق تاني خالص. خلينا نعمله النهاردة مافن، مافن البرتقال بالليمون ويستفند يا ابن عم البرتقال، زي ما قال طبعا الأستاذ فؤاد المهندس رحمة الله عليه. هنشوف ازاي نعمل مافن بالبرتقال والليمون، يعني فيتامين سي. قيمة غذائية عالية جدا النهاردة، حلقة مميزة قيمتها الغذائية تسبق قيمتها المالية بعناصرها الغذائية ومكوناتها اللي بتناسب الصغيرين والكبار. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم للتفاصيل الصغيرة، ولكن المعنى كبير والطعم مختلف والمذاق مميز. تعالوا مع بعض نشوف مقادير المكرونة بالبشاميل. مقاديرها على الشاشة لا تتعدى أصابع اليد العشرة، ولكن القيمة الغذائية لهذا الطبق كبيرة جدا بتناسب الصغيرين والكبار. معانا مكرونة بينا، لحمة مفرومة ضاني أو كندوس حسب الرغبة، بصل أو تومة، معلقة فلفلة حلوة، تشكيلة من الخضرة ده اختياري برضو، جبنة موزاريلا وبيض ودقيق وحليب وبشرة جوزة الطيب اختياري. المقادير البسيطة السهلة اللي موجودة على الشاشة، وما زلنا بنسأل على السوشيال ميديا المكرونة البشاميل اللي بتتعمل ازاي. وفي العيلة وفي العائلة أم أحمد بتعملها غير أم محمد غير أم سعاد، وهكذا مامتي بتعمل المكرونة البشاميل أحسن من مامتك، وهكذا. هي المكرونة البشاميل اللي بتكون هي محور الحديث ومحور النقاش على السفرة دايما. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بتفاصيلها وبتركاية من إيد الشيف المغازي. معلقتين زيت زيتون في قلب الطاسه مع بصلايه ناعمه، وعشان دموع العين وريحه البصل بنحط شويه زعتر مع البصل في حاله تحميره مع قليل من الملح لاحمراره سريعا. حلو قوي، شويه الزعتر التمام على البصلايه الحلوه دي كده علشان ريحه البصل ما تبقاش جوه البيت، وما ننساش شوية ملح يا عم الشيف صغيرين على البصلاية وهي بتتحمر. معلومة غير معلومة، إضافة الملح للبصل في حالة تحميره بيعمل إيه يا شيف؟ بيساعد على الإحمرار. بالشكل ده كده. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ بس أوعى، خلي بالك، أوعى تنسى إنك أنت حتى بصل، حتى ملح على البصلاية، ده مهم جدا على فكرة، عشان ما تحطيش الملح مرتين. زائد مكعب زبدة بندعم البصلاية عشان تبقى قيمتها الغذائية عالية جدا. يبقى الزعتر والملح كده، أنا مش شامم ريحة بصل خالص. فص التوم الحلو بينزل دايما بعد تحمير البصلة عشان البصلاية التومة ما تحمرش، يبقى لونها مختلف في وسط اللحمة. ننزل باللحمة المفرومة يا مغازي، برضو كمية اللحمة حسب عدد أفراد الأسرة. تقدري أنت تدعميها بشوية خضار زي الفلفل الملون، فلفل حار اختياري ده كله يعني. عايزة تحط شوية بسلة في قلبيها مفيش مشكلة. وكل على ما تدعمي اللحمة المفرومة بالخضار أنت كده بتقوي القيمة الغذائية بتاعتها وبتخلي العناصر الغذائية كتير في الطبق. شوية فلفل ألوان كده
مع اللحمة المفرومة وهي بتتحمر. مدرسة المغازي بتقول ايه في تحمير اللحمة علشان تبقى مش معجنة ولا تبقى مكلكعة؟ واحنا بنقلب كده البصلاية مع اللحمة مع الخضار اذا كان فيه بالشكل ده كده، بنحط شقشاء مية من مية سلق المكرونة. طب المكرونة بتتسلق ازاي يا مغازي؟ زيت زيتون في قلب المية وشوية ملح. المدرسة المطبخ في سلق المكرونة ان احنا بنسلق المكرونة نص سوا عشان تكمل سواها مع البشاميل. ده زيت زيتون وملح ونحط شوية المكرونة بتاعتها كده بيتسلق. برضو لما تاخده من المية بتاعت سلق المكرونة حط في الاعتبار ان فيها ملح. كل ده لازم تكون انت مركزة فيه عشان ما يبقاش الاكل بتاعك او الملح زياده في الطبق اللي انت عاملاه. حطينا ملح واحنا بنحمر البصلايه، حطينا ملح واحنا بنسلق المكرونه، فاحنا كده هنكتفي بالملح في البشاميل، هيبقى قليل. ادي اللحمه المفرومه، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. الزعتر مع اللحمه مع الفلفل الالوان، تقدري عايزه تحط خضار تاني انت حابه مفيش مشكله، مش عايزاها من غير خضار برضو ده اختياري. وانا لما بفتح الصوره وموضوع الاضافات في الاكل انا بفضل ليكي او بحطك في موضع الاختيار، انك انت ممكن تغيري الحاجه تبقى غير اللي بيعملها الشيف. ودايما عايزك في العائله وفي الاسره تنفردي بطعم مميز ليكي انت وطعم خاص ليكي انت. يعني ما تقلديش حماتك مثلا في طبق معين، طوري فيه، بس طبعا ما تجيش عند حلة محشي الكرنب وتخترعي، هي افضل ست تعمل محشي كرنب خلي بالك. اهو لحم، ادي ميه مغليه زي الفل. الله، شويه اللحمه هنا كده زي الفل تمام. برضو من ضمن الحاجات اللي بتسال دايما فيها عجينه البيتزا، هي فعلا العجينه دي في كل المطاعم في كل دول العالم بتختلف. واحد يقول عجينة هشة، عجينة سميكة، عجينة يدوية، في حاجات كده في العجينة لها بصماتها ولها طبعا ايه أسرارها. ولكن خدي مني طريقة عمل عجينة البيتزا زي ما قال المغازي مش الكتاب. ايه هي؟ 3 كوبايات من الدقيق بياخدوا مادة دهنية، يفضل زيت زيتون. نحط زبادي، الزبادي مع مكونات العجينة بيؤهلك ويساعدك انك انت تاني يوم تسخنيها تبقى كأنك لسه خبزها طازة. يبقى زبادي مع زيت زيتون، رشة ملح، معلقة خميرة، معلقة سكر، عجلنا العجينة بتاعتنا بنسيبها تتخمر 3 مراحل. المرحلة الأولى نص ساعة قبل الفرد، بعد كده بنفردها في الصينية بنسيبها 15 دقيقة، وبعد كده بنحط عليها التوبنج اللي احنا حابينه أساسي طبعا، معجون طماطم مخلوط بالزعتر والثوم والبصل، وبعدين بنحط الخلطة اللي احنا عايزينها سواء جمبري سواء فلفل سواء لحمة سواء تشيز لافر أيا كان، ونسيبها 10 دقايق قبل ما ندخلها الفرن. انا طبعا التفاصيل معايا، اللحمه المفرومه على النار، المكرونه بتستوي في قلب الحله، اللحمه المفرومه اهيت، المكرونه خلاص على وشك ان هي تستوي، الفاصوليا الخضراء على النار. شفت المطبخ ازاي بشكل انسيابي كل حاجه زي الفل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وما زلنا في تفاصيل عمل مكرونه بالبشاميل بطريقه بسيطه وسهله ولكن بشكل جديد. اللحمة المفرومة على النار، المكرونة ما زالت بتستوي، معانا بشاميل واحنا شطار في عمالي البشاميل، عبارة عن دقيق مخلوط بزبدة بننزل بالحليب على مراحل بيطلع معانا بشاميل له قوام. مدرسة عمل البشاميل 2 مدرستين يعني. المدرسة الأولى في حالة لما تعملي بشاميل لخضروات بروكلي فاصوليا خضار مشكل وعايزة تحط عليه بشاميل يبقى البشاميل تقيل شوية. علل ولماذا؟ لان هنا الخضروات هتدينا سوائل، فنعوض السوائل اللي هتنزل من الخضار مع تقل البشاميل، يا واد يا تقيل. حلو الكلام؟ في حاله لما نعمل مكرونه بالبشاميل يبقى البشاميل بتاعنا مخرجنا الجميل خفيف. علل ولماذا؟ علشان المكرونه هتدينا نشويات
وتدينا قوام. فالبشاميل هنا لازم يكون خفيف عشان المكرونة تكمل سواه في قلبه، يوم يبقى فيه نسبة وتناسب، ويبقى هنا المكرونة خدت طعم البشاميل وطعم اللحمة المفرومة. اخبار اللحمة صوتها طالع ليه؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ كده اللحمة استوت معايا، بحط معجون الطماطم. طالما حطيت معجون طماطم يا شيف، بحط معلقة سكر. ليه السكر؟ عشان مشاكل الحموضة. تعملي بيتزا، تعملي مكرونة بشاميل، اهو الله على المكرونة دلوقتي، الله على اللحمة المفرومة، خدت قوام ازاي؟ اهو شيف مغازي على السوشيال ميديا، الله يبارك لك. اللحمة المفرومة في المكرونة بالبشاميل اللي بتفرط مني، اجي اغرفها تلاقي اللحمة واخدة سكة والمكرونة واخدة سكة، انت بتعمل ايه علشان تبقى كلها حتة واحدة؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. نطلع كده من وقت للتاني بمعلومة وتركاية ما بتلاقيهاش غير عندنا وبس. مكعب الزبدة ده في نص الايه؟ اللحمة المفرومة. مع معلقة دقيق صغيرة. الله عليك يا شيف. هيعملوا دول بقى يا شيف؟ اهي اهي، بص على الحلاوة دي كده اهي. وسيبيها شوية. هنا الإبداع الطهوي والفكر الطهوي والمعنى الصغير ولكن الطعم مختلف. هنقلب دول كده مع بعض اهو. هل زبده ودقيق، زبده ودقيق، زبده ودقيق، اهو استنى عليهم كده، اهو وبعدين اقلبهم كلهم مع بعض يا دلعك. هتلاقي اللحمه دي في قلب المكرونه ولا كلمه، ثابته مكانها. كده اللحمه جاهزه، خدت الطعم، البهارات، الزعتر، الفلفلة الحلوة، التومة الحلوة، الفلفل استوى معاها. حلوة أوي. انا حابب اضيف شوية جزر مبشورين كده. كل ده بدلع اللحمة المفرومة بتاعت المكرونة عشان تبقى المكرونة البشاميل في العيلة والأسرة انت رقم واحد في عمايلها. عروسة جديدة بقى وراها عندي حماتك وراها عندي حبايبك وقرايبك، فطبعا لازم تعملي مكرونة بشاميل جامدة جدا. تتفرجي على الشيف المغازي على القناة الأولى اهو. ممكن تكون ماما برضو مدياكي تركية حلوة أحسن مني، أكل ماما لا يعلى عليه اهو. وجود الجزر هنا مع معجون الطماطم واللحمة المفرومة والسكريات بتاعته موضوع كبير جدا. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. أوه ده، ناخد ده كده ونخليه على جنب. طيب ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. وجود الفلفل مع الجزر في قلب اللحمة، أنا عايز مخرجنا الجميل وأساتذة المصورين بس نشوف فين الفلفل وفين الجزر، اختفى ليه؟ أنا سبتهم على نار هادية مع شقشاء مية، قام الفلفل الألوان بجماله الأخضر والأحمر والأصفر والجزر داب مع اللحمة. شفت الحلاوة؟ وجود معلقة دقيق تحميرها مع الزبدة في منتصف اللحمة أو في منتصف الطاسة وهي بتتحمر هو اللي مخلي القوام الجميل الحلو للحمة المفرومة. تفاصيل هنا بقى في قلب الطاسة. زي الفل. ونهدي النار والمكرونة جاهزة والبشاميل جاهز. تعالوا نركب المكرونة دي كلها مع بعضيها عشان ندخلها الفرن. برضو المغازي عنده تركية حلوة عشان تبقى المكرونة البشاميل كريسب كده. الصينية اللي أنا هشتغل بيها في الفرن دهنتها زبدة أو سمنة اختياري برضو، بس بتكون جامدة شوية وهي كده كده في الشتاء جامدة شوية. بنحط معلقتين هنا بقسماط أو رقائق الذرة بالشكل ده كده أهو، ونقلبهم شمال ويمين. حلو، ركزي معايا عشان الموضوع ده إيه، فيه إبداع طهوي. شفت الجو ده كده مختلف الموضوع، بس خلاص ده ما يترميش برضو. بقت الصينية هنا جاهزة عندي. حلو الكلام؟ نقفل المكرونة مع بعض. حلو قوي. هناخد شوية بشاميل نحطهم هنا كده. الله، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ دي مكانها حلوة شفيق ولا ايه؟ اقدم ولا اقرب ولا قولي قولي ولا تخبيش يا زيان. مكرونة بتاعتنا المسلوقة مسبقا
الله الله على الجمال. طبعا بعد ما تستوي المكرونه بتحط عليها معلقه زيت زيتون عشان تبقى مفلفله معاكي بالشكل ده كده. حضراتكم اشطر مني في عمل المكرونه، مش بقول لك انك انت ما بتعرفيش تعملي مكرونه، تعمليها احسن مني، ولكن ممكن تاخدي مني معلومه، تاخدي مني تركايه، تاخدي مني حاجه ممكن تجودي بيها وتعلي من الطبق بتاعك ويبقى فيه شويه ايه تطوير. اه دي الحشوه بتاعتي اكيد غير بتاعتك، عشان نبقى واضحين يعني دي مختلفه خالص. شفت بقى بتلعب في قلب الطبق ازاي؟ يا دلعك يا دلعك. تسيب الاطراف من غير لحمه عشان واحنا بنغرف كده نشتاق للحشوه بتاعتها. زي الفل. تمام يا عم الشيف. هنعمل ايه؟ عندي مكرونه وعندي بشاميل. ركزي بقى في الموضوع اللي جاي ده عشان هي دي التركية برضو. عندي مكرونه، لا تقولي لي بقى زي بتاعه المطاعم ولا انت بس اللي بتعملها في العيله، خلي بالك دي مكرونه. بناخد بشاميل من اللي عندنا بنسقطه هنا يا دلعك، بناخد شويه جبنه يا دلعك، شويه جزر مبشورين يا دلعك، شويه بقدونس مفرومين يا دلعك، ونقلب دول كلهم مع بعض واحده واحده كده علشان يبقى لازم هنا في اختلاف. ده الشيف المغازي اهو. ونقلب دول كلهم مع بعض، مكرونه بشاميل بقدونس ناعم جبنه موزاريلا والبشاميل بتاعنا، المكرونه نص سوا، ونقلب كل دول مع بعض، وناخد الخليط ده يا عم الشيف ينزل على وش اللحمه المفرومه. هيصة عشان مكرونه بشاميل يا مغازي. خش في التفاصيل هتلاقيها صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ كانت امي الله يرحمها تدعي لي دعوه، ولغايه دلوقتي اختي ربنا يديها الصحه كبيره يعني بمقام امي يعني بتدعي لي يعني. حلو؟ روح ربنا يجعل في وشك جواره وحنكك سكره. بصراحه الدعوه دي انا بحبها جدا. انا معايا شويه بقسماط باقيين معايا هنا، ومعايا بشاميل جبنه موزاريلا بنزل بوم كده على البقسماط. ركزي بقى عشان اللي جاي حلو. وبننزل عليهم بشويه بشاميل يا مغازي. ده التوبنج الاخير بقى. اوعى في حياتك تحط بيض. ليه؟ المكرونه دي لما تيجي تسخنيها لاولادك تاني يوم ومن حلاوتها بقى تقعد عندك يومين مفيش مشكله، هتلاقيها جلدت. البيض بيخلي البشاميل يجلد ويخلي وش المكرونه يجلد. دي جبنه مع بقسماط مع بشاميل مع زعتر، ونقلب كده يا عم الشيف ونحط الخليط ده على الوش. هتقولي لي بقى الجبنه تشد؟ هتشد. نرجع لمدرسه حلاوه الجبنه من المطبخ الشامي. شفتوا الدلع والحلاوه؟ هو ده. ربنا يجعل في وشك جواره وحنكك سكره ويحسد ما بين ايدك. طب حد عايز حاجه بعد كده؟ انت عايزين ايه بعد كده؟ اختراع ده مغازي، مكرونه بشاميل انت الوحيده اللي في العيله بتعمليها. درجه حراره الفرن عندي 180، دي عايزه لها 10 دقايق بعون الله هتاخد الوش، لان اللحمه مستويه والمكرونه مستويه كل ده مع بعض. مع السلامه يا حلوه. هو ده كل الهيصه دي عشان صينيه مكرونه بشاميل؟ تستحق او لا تستحق؟ مخرجنا الجميل المغازي دايما يقول لك تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. في قلب الفرن، صلى على الحبيب قلبك يطيب. دي كيكه مش مكرونه، دي كيكه يا شفيق. الله ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ عايز اطلعها هنا مكانها حلو هنا زي الفل. طيب تمام يلا. المكرونه دي فيها تفاصيل كتيره النهارده على فكره.
يا سلام، اللهم صل على النبي، اللهم صل، ومعموله بحب. بس للامانه عشان انتوا عارفين الشيف المغازي مش بيكذب، اللي في قلبه على لسانه. دي عايزه كمان 5 دقايق في الفرن بصراحه، يعني بصراحه عايزه 5 دقايق للامانه، هتحلو وتبقى احلى واحلى، يعني كلها تبقى اللون ده. مطبخنا النهارده فيه شويه بساطه وسهوله ومرونه، وزي دايما ما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.